الأيام القليلة الفائتة شهدت عدة تظاهرات في عدة دول حول العالم. المتأمل لأسباب تلك التظاهرات يجد أن العامل الاقتصادي هو محركها الأساسي وبطل أحداثها. في العاصمة الماليزية كوالالمبور تظاهر آلاف من المحتجين المناهضين للحكومة مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بسبب تورطه المزعوم في فضيحة اختلاس عدة مليارات من الدولارات. وفي بقعة غضب أخرى بريو دي جانيرو شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة احتجاجاً على تدابير التقشف. أما في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع احتجاجاً على تفاقم مشكلة الفقر في البلاد.